المغربي بعد ما تصدر المجموعة الأولى البطولة القارية تايلاند 2002. المجموعة الثانية إيران تصدرت بست نقاط، فنلندا بثلاث نقاط، والفيتنام بثلاث نقاط. تشكيل يجب ان يكون كما يقال يكون ختام مصر بالنسبه للمنتخب الوطني. مجازفه باتجاه سعد كريا، المحاوله المغربيه واللمسه الفنيه عام على المنتخب الايراني. اذا الخطا الثالث دريس رايس فني، كره مغربيه خطيره عبد اللطيف. نتمنى ان نشور المنتخب الايراني للركله. بامكان خالد بوسيد ان يصيد من غله المنتخب الوطني المغربي. خالد بوسيد 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 العملية كانت عادية على مستوى الصراع. هنا الهدف سدد ضمير القيد بوسيد، الهدف الثاني. جول جول عبد الكريم المية. لاحظوا كيف شومية غابت على المنتخب الايراني، لذلك حل الكرة الثابتة. تلعب تسدد، منظومة دفاعية مترسكة العادة، هنا الابعاد من الطرف. الان الكرة للاسود من الجهة اليسرى، جواد يوسف المغربي لو يصل الخطأ الخامس. مشات الجهة اليمنى، حداري حداري المغربية في الشوط الثاني. لاحظوا دقيقة لانطلاقة الجولة الثانية. اذا كرة ايرانية تعادل ياتي من طرف المنتخب الايراني. لاحظونا تستقر في شباك المنتخب الوطني المغربي. البعث عن الثالث 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 الثالث. جول 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 جول. الله على الايراني. اشرك وهشام الدكي فترات المباراه، لكن حينما منح الفرصه لهشام الدكي كان يعرف بانه الحيره الحكم. الان ما صبحش هذيك الخطا الفادح يا شباب، ونمنح الفرصة بهذا الشكل. لاحظ 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 ولا أحد أولى المنتخب الوطني المغربي. الخطأ السابع، الخطأ. إسماعيل إسماعيل أوه إسماعيل نبحث عن مكاسب أخرى. محاولة خطيرة وجانبية. البقالي بين الإجابة مسرير بين التسديدة خطيرة. جول 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 جول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره سيلتيك الأسكتلندي على ملعب سيلتيك بارك مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة. وفي تصريح لأنشيلوتي قال أن المقابلة ستكون معقدة لأنهم مثل الريال يتمتعون بديناميكية جيدة ويلعبون بقوة، ولكن الريال مستعدون للدفاع عن لقبهم. فيما أعرب الأسترالي بوستيكوجلو مدرب نادي سيلتيك عن ثقته في لاعبيه قبل مواجهة الملكي، وقال أنه لا يستبعد إمكانية الفوز، خصوصا بعد الفوز على الغريم التقليدي رينجرز في عقر داري بأربعة أهداف لصفر، وبذلك حفاظهم على سلسلة الانتصارات المتتالية على مدار ستة مباريات. فيما ستكون المقابلة منقولة على بإن سبور 2 بريميوم. مشاهدة ممتعة نتمناها للجميع. إلى اللقاء.